شاء الله تعالى بركاته هالبنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم هي وصفه كنديروها ملي كنكونوا غادي الحمام، وحتى الا ما بغيناش نمشيو للحمام قدو نديروها في الدار. هاد الوصفه فيها الخزامه مطحونه والورد مطحون والحنه، هاد ثلاثه المكونات كنزيدو عليهم الماء ورد. انا كندير معاهم الماء ورد وكنخلطوهم بالحامض. الناس اللي عندهم حساسيه من الحامض ما يديروش الحامض، وكنخلطوهم بالماء دافي. ملي كنمشيو للحمام كنديروا الحكه الاولى ديالنا وكنطبقوا هذه الوصفه على الجسم ديالنا، حيت كتخليه رطب بزاف والمكونات اللي فيه زوينين لاكو ديالنا وكيوحدوا اللون ديالو. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه الاستعمال اللي سهله بزاف، ونرجع لكم ان شاء الله. كتشوفوا معايا المكونات هما الخزامه مطحونه، الورد مطحون، والحنه. كنحتاجوا الماء ورد مقطر، الا ما كانش عندكم ماء ورد مقطر تقدروا ديروا الماء ورد العادي. قلنا كناخذوا الحنه، نتوما غديروا القياس ديالكم، انا غنوريكم غير طريقه الاستعمال. كناخذوا الخزامه، كناخذوا الورد مطحون. الورد كيف كتعرفوا راه زوين بزاف وكيبيض لابو زوين بزاف وكيرطبها. والحنه كيف كتشوفوا هاد ثلاثه المكونات الا بغيتو تقدو تخلطوهم حتى بالصابون البلدي الا بغيتو، الا ما اللي ما كديرش صابون البلدي ما تخلطش. غادي نديرو الماء يكون دافي باش غنخلطو الخليط كيف كتشوفوا معايا، وغنزيدو عليه الماء ورد قلنا مقطر. نديرو جوج معالق ديال الماء ورد وكنخلطوها مزيان. انا غنخلطها بيدي احسن، كنخلطوها كيف كتشوفوا زوينه البنات بزاف. هذه كترطب لابو وكتخليه، وبالنسبه للعريسات اللي كيصيفطوا ليا في لي ميساج في الفيسبوك هذه الخلطه ديروها راه زوينه بزاف، وحتى لي طاش اللي كيكونوا عندنا في لابو ديالنا زوينه ليهم. ها نتوما البنات كيف كتشوفوا معايا، ها هو الخلطه كيفاش كتكون سهله بزاف، وديروها كيف قلت لكم. نتمنى تكون طريقه الاستعمال واضحه، وشكرا لكم.